تستعد الدولة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج، على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأمريكي بالتعاون مع شركات الاستثمار العربية المشاركة وتقدر بحوالي 60 شركة أو مطور عقاري. تصدير العقار هو تعبير مجازي يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة المصرية وبالعملة الأجنبية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور ماجد عبد العظيم. دكتور ماجد، مساء الخير وأهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. تحياتي دكتور، أهلا وسهلا. يعني كيف ترى هذه المبادرة الأول؟ طبعا بدءا ببدء، المبادرة مهمة جدا، وإن كانت جاءت متأخرة قليلا في التوقيت، ولكن وجودها مهم خاصة في هذه المرحلة وهذه الفترة لتوفير المزيد من العملة الصعبة أو موارد إضافية من العملة الصعبة يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة. بالإضافة لأن سوق العقارات المصرية هو سوق جاذب لاستثمارات متنوعة ومتعددة، وبالتالي نرى كثير من الشركات العربية والأجنبية أيضا أتت إلى مصر للاستثمار في القطاع العقاري، وبالتالي هذه المبادرة تعتبر فرصة رائعة للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب أو حتى المصريين العاملين في الخارج للاستفادة من مزايا هذه المبادرة. نعم، إذا نظرنا إلى أسعار العقارات في مصر بأماكن أخرى نجد أن سعر العقار في مصر أرخص من دول كثيرة في المنطقة، وربما عائد الربح يعني بشكل جيد يعني أيضا. هل بالتالي أن هناك مزايا إضافية للمستثمر العقاري حينما يقوم بالاستثمار في العقار في مصر أو بشراء وحدة في مصر؟ بدون شك هناك مزايا عديدة. أول هذه المزايا وأن قطاع العقارات في مصر من القطاعات التي تدر ربحية عالية جدا، بدليل أنه لم يحدث انهيار في أسعار العقارات، لا في الحروب والثورات ولا حتى في الأزمات، ولكن دائما أسعار العقارات في مصر في زيادة، وبالتالي تحقق معدل عائد على الاستثمار مرضي لكافة أنواع المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك ثقة كبيرة في القطاع العقاري في مصر نظرا لتعدد أغراض تملك العقارات، إما بغرض السكن أو بغرض الاستثمار، بالإضافة إلى تنوع أنواع العقارات وتعددها من عقارات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وسياحية، وبالتالي هناك يعني نقدر نقول قوة في سوق العقارات المصرية. ما هي المزايا اللي يحصل عليها المستثمر في هذا القطاع العقاري في مصر؟ لابد أن تكون هناك مزايا جاذبة للاستثمارات حتى تأتي بالدولارات للاستثمار في قطاع العقار في مصر، منها أن يكون كما فعلت دول سبقتنا في هذا المضمار الإقامة الدائمة له ولأولاده الأقل من 18 سنة، أو الجنسية أو منح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة معينة كما فعلته دول أخرى كثيرة، بالإضافة إلى أن كما تم في مبادرة سيارات العاملين بالخارج استرداد جزء من القيمة أو استرداد القيمة بعد فترة زمنية معينة بسعر صرف المعلن في البنك المركزي وقتها، وبالتالي هذه المزايا اللي يلمسها المستثمر هي الحافز للمجيء إلى الاستثمار، ويمكن حتى الآن تتم دراسة هذه النقاط وكيف يتم منح مزايا تحفيزية للمستثمرين سواء كانوا من الإخوة العرب أو الأجانب أو حتى من المصريين العاملين بالخارج، لأنها هي دي الحوافز اللي بتخلي هناك إقبال أكثر على الاستثمار، بجانب كما ذكرت في المقدمة أن سوق العقارات المصري سوق واعد وهناك تزايد في معدل الطلب على العقار مع عدد السكان ومعدل النمو السكاني، بيبقى دايما في زيادة على الطلب في العقار، وبالتالي تعمل هنا نظرية العرض والطلب، بمعنى أنه كلما زاد الطلب على سلعة أو منتج معين كلما ارتفعت أسعارها، بالإضافة أيضا إلى أن هناك ارتفاع في التكلفة، التكلفة تعني أسعار الأراضي وخامات ومواد البناء، وبالتالي هناك تزايد دائم إما في تكلفة العقار من حيث الخامات أو الأراضي وأيضا الربحية التي تعود على المستثمر في هذا القطاع.
نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، شكرا لوجودك معنا الليلة.